السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بوزارة الخارجية بتعلن عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 200 وظيفة للرجال والنساء عبر منظومة التوظيف جدارة. أعلنت وزارة الخارجية عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من 200 وظيفة للرجال والنساء في عدد من التخصصات عبر منظومة جدارة بلس من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة. التخصصات المطلوبة: الهندسة، القانون، الإدارة، الترجمة، الإعلام، العلاقات العامة، الوثائق والمحفوظات، التقنية الفنية، العلاقات العامة، الإدارة المالية، التعاون الدولي. بالمراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة سيتم ترشيح الأعلى معدل، وذلك المعدلات 50% فما فوق، وعدد وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث بالتخرج. سيتم ترشيح الأعلى نقاط المكتسبة بالمقابلات الشخصية، وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث بالتخرج. الوظائف المعلن عنها يتطلب اختبار القدرة المعرفية، يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية. جميع الوظائف المعلنة تطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين أعلى نقاطا. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح. التقديم يبدأ من يوم السبت بتاريخ 28/2/2044 الموافق بالميلادي 24/9/2022، وانتهى التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 2/3/2044 الموافق بالميلادي 28/9/2022. يتم التقديم عبر منظومة التوظيف جدارة. عبر منظومة توظيف جدارة منصة مركز المعلومات الوطني، تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. أتمنى طبعا للجميع التوفيق. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.